سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم. فيديو جديده غنشوفوا فيه حريشات بالليمون، وكما كتشوفوا مقادير بساط، ما فيها شي حاجه بزاف. عندنا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه، كاس مع مرش ديال الزيت، كاس ديال الليمون كما كتشوفوا راه عامر، هذا عندي تقريبا قياس ديال العنبه، و نص كاس نتاع سنيده، ايوا هكا باش تشوفوا نص كاس ديال سنيده. وعندنا واحد الخماره حمراء، واحد فاني، واحد قشيره ديال الليمون، صافي هادشي اللي كاين. وهنا مع السميده راه درت واحد الرشيشه ديال الملحه، ها هي كما كتبان لكم. غادي نديرهم في هاد المولات الصغار، غندوزو ونشوفو مع بعضياتنا كيفاش نصوبوهم. هنا بقيت غندير الليمون، الزيت، نحطو كلشي وصافي. سنيدة، ديك فاني، وهاديك الكسيرة ديال الحام ديال الليمون، نحركوهم. غنبقى نزيد السميده بشويه بشويه صافي، حتى كنشوفو الخليط كيكون ما هو قاصح، ما قاصح، ما خفيف. غنبقى نزيد السميده بشويه بشويه، ها كيجي الخليط بحال هكا. دابا عاد ندير الخمارة، وصافي غنشعل الفران. هنا صافي ضفت هذيك الخمارة، ها نتوما الخليط كيجي بحال هكا، يعني ما جاريش وما قاصحش. هنا غنبدا نعمر هادوك، هنا راه درت لهم الزبده ورشيت عليهم واحد شويه ديال السميد، خفت زعما اللي يمشيو يتلصقوا، حيت هما اصلا تيلصقوا شويه، ولكن خفت مع الحرشه فيها الليمون، خفت ما عرف يمشي لي حاجه. فمن الاحسن يتدهنوا، الا كانوا عندكم مولات هكاك زوينين ما تيلصقوش فبلا ما تدهنوهم، كانوا بحال هادو اللي عاديين الأحسن أنهم يدهنوا باش ما يتلصقوش. صافي غنبداو نعمروهم، هنا ماما غنبداو نعمروهم، ما نعمروش بزاف غير شويه. هانتوما البنات، راه ما تنعمرش بزاف، تقريبا غير القياس اللي كتهز لي هذيك المغرفه. باش نخليهم البلاصه فين يتلصقوا الخمارات، صافي نكمل بحال هكا ونطلع الفران. بنتي راه معاوناني، صافي البنات غندخلهم الفران، حراره متوسطه، شعله الفوق والتحت، شعله الفوق والتحت، وصافي. هاد البنات الحريشات يلا خرجهم من الفران، باقي مسخانين، غنتسنى عليهم يبردوا واحد شويه باش نحيدهم من المول بلا ما نخسرهم، ونرجعوا نتلاقاو. هنا البنات بغيت غير نوريكم بلي راه شي ما لاصقينش، هزيتها غير بحال هكا وتهزات. انا كنت خايفه منهم يمشيو يلصقوا ليا، ما تبغيش تحيد ساعه انتما كما كتشوفوا. و
وهذا هما البنات الحريشات ديالنا بعد ما طلعوا وقتهم بشويه ديال الكوفيتير وشويه ديال الكوك، وكل وحده تزوقها باللي بغات. المهم كنتمنى ان الفكره ديالي ما تكون عجبتكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وديروا لي جيم، وشكرا لكم بزاف بزاف.